مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الشارع المعروف جدا في طرابلس، شارع فشلوم. هو شارع شرارة الثورة في مدينة طرابلس، شارع فشلوم، يعني حيث احتفالات كبيرة جدا في هذا الشارع. مثل ما تشوفوا حولي مشاهدينا الكرام، عدد كبير جدا من السيارات المحتفلين اللي خرجوا عفويا. هذا يعني شارع من احد شوارع طرابلس، شوارع طرابلس كلها بهذه الكيفية، احتفالات عارمة جدا في ميدان الشهداء، في الأزقة المحاذية لميدان الشهداء، في كل الشوارع في مدينة طرابلس. مثل هذه الشوارع يعني ممتلئة، الناس كلها خارجة تخرج لتعبر عن فرحتها بالذكرى السابعة بثورة 17 من فبراير. لعلنا نأخذ في هذا اليوم، شكرا، لعلنا نأخذ في هذا اليوم نأخذ يعني جولة ونأخذ بعض آراء الناس حول هذا الاحتفال، وما هي وجهة نظرهم في الاحتفال، وكيف يستقبلون فرحة الذكرى السابعة بثورة 17 من فبراير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذه منطقة فشلوم مش غريب عليها أنها تحتفل، رغم الجراح ورغم الألم ورغم كل شيء لابد من احتفال، لأن هذه ثورة والشرارة الأولى بدأت من فشلوم، والشرارة لما الشمل حتبدأ من فشلوم كذلك. وشباب فشلوم، ايش رايك في الأجواء اليوم؟ هل توقعت أن يكون أجواء يعني هيك أو شيء؟ لا لا، أكثر السنة هي أكثر، ليش أكثر؟ لأن فيها لم الشمل زايدة شوية، زايدة الاحتفالات شوية، الناس كلها طالعة، المعارض والمؤيد كلهم طلعوا الحمد لله، كلهم محتفلين فشلوم. طيب شو تحب تقول الآن بكلمة باختصار على الذكرى هذه؟ والله ذكرى إن شاء الله مباركة، وإن شاء الله إحنا عينا من القتل شباب زي الورد نبوهم تقيموا بليبيا، ليبيا لابد تقيم بشبابها. إحنا خلاص احنا اعطينا واعطينا للشباب، وتو الشباب المفروض هم اللي يتولوا المهام. طيب الامور هي. طيب شكرا لك، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ايضا ربما نشوفوا الاب، السلام عليكم، كيف حالك؟ عاشر حال كويس، طيب ان شاء الله بخير، الله فيك، عم بيسون ان شاء الله. يعني شنو تحب تقول في الذكرى هذه؟ ذكرى خلينا ناخذ الكتكوتات قبل، كيف حالك؟ حالك باهيه؟ حالك كويس؟ الحمد لله. علاش طالعين اليوم؟ نحتفلوا بذكرى ثورة 17 فبراير. ذكرى 17 فبراير تحتفلوا، من امتى طالعين انتم؟ من امتى طالعين؟ من الصبح؟ لا، امتى طلعتوا؟ توقف طلعنا. توقف طلعتوا، شو تحب تقول اليوم في الذكرى هذه؟ والله نحب نقول طبعا اول حاجه نهنوا الشعب الليبي بذكرى فبراير، وان شاء الله يعني يعم الامل والسلام في ليبيا، وان شاء الله نتخلصوا من كل المشاكل في البلاد، ونتخلصوا من كل ما يعوق حركة البلاد، ونقول للشعب احنا خلاص يعني هذه ثورة وقامت، ولازم يعني نواكبوا المسيرة وننسوا اللي فات وننسوا الأحقاد ونتقبلوا يعني خلاص يعني نفتح صفحة جديدة، نبوا البلاد تمشي يعني، فهمت؟ ما نبوش احنا كل واحد يوقف للثاني يوقف للثاني، خلاص نبوا البلاد تتحرك، نبوا البلاد تمشي، وان شاء الله ربي يعني يفرج علينا ومن أحسن لأحسن ان شاء الله بإذن الله. طيب ان شاء الله نمشي لآخر كلام، كيف حالك؟ 100%. طيب ان شاء الله يعني الفرحة هذه يعني هل في يعني العفوية في كل الشوارع في مدينة طرابلس، شو تحب تقول في الذكرى؟ والله بقول لك أول حاجة، والله نبغى الرحمة على الشهداء، مش بقول لك احنا شهداء فشلون، بالشهداء ليبيا كلها من شرقها لغربها، بقول لك احنا فرحانين من قلبنا جايين. أول حاجة احنا من سكان فشلون، ماذا بينا احنا نبغى نحيوها، هذه ثورة 17 فبراير، مش ثورة سبتمبر يطلعوا، هذه ثورة الرجال، هذه ثورة الرجال من شرقه ومن غربه، وان شاء الله ربي يحفظ ليبيا ان شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، لا يحرم. طيب شكرا لك، ايش تبي تقول؟ ايش تحب تقول اليوم؟ ان شاء الله دور 17 فبراير تقعد سعيده لليبيين كلها. طيب شكرا لكم، مشاهدينا الكرام احنا نزلنا داخل هذا الشارع، يعني الاجواء تتكلم في هذا الشارع، ربما يعني اجواء رائعه جدا، احتفالات يعني منذ ساعات الصباح الاولى ما زالت مستمره الى ساعات متاخره، يعني من كل شوارع طرابلس مثل هذه الشوارع. ربما نشوف ناخذ حد نخات من السياره. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ كويس؟ طيب، شو اخبارك؟ الله يبارك. يعني شنو رايك في جو اليوم وش تحب تقول؟ لا الحمد لله، ان شاء الله ربي يخلي ثورة 17 فبراير، وان شاء الله ربي يحفظ الليبيين كلهم. طيب ان شاء الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام يعني هذه الاجواء الرائعه جدا، ربما نشوفوا ايضا احد من العائلات او احد من النساء ربما نخدمهم اليوم، ربما نخدمهم كلمه ايضا شو نحب نقولوا اليوم. شوفوا الاجواء. السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ اهلا وسهلا بك. صحة. الكاميرا غادي، الكاميرا غادي، يعني شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله الحمد لله. شو تحب تقول في الذكرى 17 من
والله كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله عيد مبارك وكل سنه وانتم. انت من سكان فسلوم يعني هالذكرى هذه او الفرحه فرحه هذه السنه زي الفرحه السنه اللي فاتت ولا اكبر شويه؟ والله ان شاء الله نقولوا باهي احنا الفرحه وان شاء الله البلاد تبدا حالها باهي وتبدا بلاد كويسه يعني من خير لخير ان شاء الله. طيب فرحه يا. طيب ان شاء الله لو ناخذ رايك انت يعني في هذه الذكرى شنو تحب تقول في هذه الذكرى؟ ها؟ شنو تحب تقول في ذكرى 17 فبراير السابع؟ نهني ذكرى سابعة الدورة الليبية ونهني الشعب الليبي باحتفال ذكرى سابعة بالدورة الليبية ونهني الشهداء وربي يشفي الجرحى وربي يلم الليبيين ويجمع شمل الليبيين ان شاء الله يا رب. الواحد يد وحده يسرنا من القتال يسرنا من المفارقه يسرنا من الاشتتات هذا نلم الوحده الوطنيه ونلم الروح الليبيه والله اكبر ان شاء الله. الناس كلها محتفله في الشرق في الجنوب في شلوم مصرات الزاويه غريان نانو جانو سبع كنا خوض واحنا كنا خوض نبوا اللحمه الوطنيه يسرنا من القتال تعبنا ياسر خلاص. شوف الناس ما شاء الله كلها مبسوطه مفرحه كل الناس طالعه بعفويه طالعه ما في حد كذا كلها بعفويتها الناس طالعه بصغير كبير بشيابها بصغارها بنسائها برجالها وربي يخلي فشلوم والله اكبر عليكم والله اكبر الله اكبر طيبين ان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله. طبعا عدد كبير جدا من الناس وازدحام كبير جدا مشاهدينا الكرام يصعب التحرك بالعدد كبير وربما ناخذ ايضا احد من البنات في هذا الوقت او احد من العائلات. السلام عليكم. السلام عليكم مالك حاج صحة اخبارك طيبه قبل غادي شو تحب تقول في ذكرى 17 فبراير؟ والله نهني الشعب الليبي بالمناسبة هذه وإن شاء الله يهني البلاد والعباد إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ناخذوكم كيف حالك؟ كويسة؟ تعالي شوية هنا خلي بالي في الكاميرا. شو تحب تقولي في ذكرى 17 فبراير؟ ليش طالعة؟ نفرح في دورتنا بس شو تحب تقولي في اليوم؟ نهني دورة 17 فبراير. يعني تقعد تصير طيب شنو ثاني؟ خلاص طيب شكرا لك. مشاهدينا الكرام يعني هذه الاجواء كانت داخل هذا الشارع شارع فشلوم يعني شوارع طرابلس كلها تعش بالزحام بالتزيين بالاعلام التي تغطي كل الشوارع في مدينه طرابلس. اترك هذه الكاميرا تتجول مع هذه اللقطات الجميله في هذا الشارع.